ملايين الزائرين يفدها سنويا من داخل العراق وخارجه، ومن أجل استيعاب هذه الجموع الغفيرة دأبت العتبات المقدسة في محافظة كربلاء على إعادة تأهيل وتوسيع الشوارع المؤدية إلى الحرمين المطهرين. شارع باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام واحد من تلك المشاريع التي عمل على تطويره قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، والذي من المؤمل انتهاء العمل فيه خلال فترة قصيرة. المشروع يتألف من عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت بتعريض شارع القبلة الرابط بين باب القبلة وعارضة القبلة الرئيسية من 15 متر إلى 33 متر. هاي التوسعة تمت بما اكتمل من مشروع صحن العقيلة. المرحلة هذه اكتملت الحمد لله والشكر. الآن المرحلة الأخرى كانت من هذا المشروع هي استبدال كرفانات التفتيش اللي كانت في عارضة القبلة الرئيسية بكرفان آخر يقع على جانب شارع القبلة، على يسار شارع القبلة. هذا في سبيل أنه نفتح أكبر طريق ممكن للمواكب خلال الزيارات المليونية. يعني نعرف احنا أنه خلال زيارات المليونية من تجي المواكب تريد تدخل تلاقي صعوبة. هسه الآن شلنا الحمد لله وشكر الكرفانات وحولناها إلى كرفان تفتيش أكبر من الكرفانات السابقة، يستوعب أعداد أكبر من الزائرين الكرام خلال الزيارات المليونية. 80% هي نسب الإنجاز التي وصل إليها المشروع، فبعد الانتهاء من أعمال الماء والمجاري والاتصالات تم الشروع بتغليف الشارع بالمقنص ذي الجودة العالية، لتبقى المراحل النهائية وهي نصب أعمدة الإنارة وتزيين الشارع بالأشجار والنباتات دائمة الخضرة لتلطف الأجواء وتسر ناظرين. أنه تم رفع كرفان التفتيش، بلشنا بمعالجة الفرق المنسوب بين تقاطع شارع الجمهورية وشارع القبلة وبين شارع القبلة اللي ما بعد العارضة. أكو فرق بالمنسوب تقريبا متر و20 إلى متر و40 سنتيم. هذا الفرق مال المنسوب عالجناه بوضع رمبة طويلة طولها 23 متر. هاي الرمبة طبقناها مثل ما تشوفون هسه قدامكم بمقرنص 3D. هذا المقرنص مقاومته جدا عالية. الإنجاز مالته إن شاء الله بعد أسبوع يكمل. المرحلة الأخرى راح نتوجه بعدها راح يتم إضافة حدائق على جانبي شارع القبلة بجهة المدخل بجهة هاي الرمبة فقط. هاي الحدائق راح تكون على طولها، طبعا تضيف فد جمالية للمكان. بعدها راح يتم إضافة أعمدة إنارة خاصة، يعني مو أعمدة إنارة طبيعية، إضافة جمالية أيضا لهذا المكان. بعدها راح نبلش بأعمال إنهاءات الخارجية لكرفان التفتيش، نخلي الإنهاءات الخارجية مالته تليق بالمكان. الطابع الإسلامي راح يكون موجود بهذا الإنهاء الخارجي.